اعرف واش بديت من الداخل ولا بديت من الفوق ولا الله اعلم الله اعلم. هو اللي علم بها اللي كان فيها. الله اعلم. شو المكانة ديال الضوء؟ قطعت شو بعد الضوء؟ لا صافي راه الضوء تحرق. اللي حلات بالمحل ديال المزرعه اللي تحرق وتوفى منطقه بالفيدير مدينه الدار البيضاء. هذا السيد اللي عنده 5 د الوليدات وزوجه ومن مكان حاضر من مدينه طاطا من اقليم طاطا جا لهنا كرا هذا المحل خدام فيه ساكن هو ووليداته. الحي كامل الساكنه كلها كتشكره وكتقول لك انسان طيب الله يعمر هذا الله يعمر هذا. اليوم من بعد ما ادى صلاه الجمعه جا المحل ديالو ما كان شحال تكا الوليدات كانوا مشاو للمدرسه. الزوجه خرجت قديرات ديالها اندلعت النيران لحد الساعه ما معروفاش هاد النيران كيفاش اندلعت وفاش اندلعت في الاول. وتحرق المحل بالاكمل ديالو لانه كان محل ديال العمل وديال السكن. الله يحسن العوان السيد ما فحالوش كان مسكن وليداته معاه هنا في المحل اللي حسن الحظ باش ما تكونش باش ما كانتش الخسائر بشريه كبيره. ما كانوش كانوا في المدرسة كانوا في المدرسة. هانتوما كتشوفوا كل شيء تحرق حوايج المحل كامل مشى. غادي يكون معنا لقاء آخر مع العائلة ديال هذا السيد ونشوفوا حنا كمغاربة كنا كيفاش نضامنوا مع هذه الأسرة اللي من اليوم ما بقاش عندهم فين يعيشوا. 5 ديال الوليدات والأم ديالهم بقاو بدون معيل لأنه هو الأب اللي كان معيل وبدون محل سكني يأويهم. هانتوما كتشوفوا الخسائر التي حلت هنا هذا المحل التجاري والسكني. شكرا للمشاهدين الكرام على طيب المتابعة. الساكنة كلهم جامعين هنايا. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.